لبنه بالبصل، محتاجين فيها ايه بقى؟ تعالوا نشوف. بصل ابيض او ورمه صغير، خلاص. عندنا كمان بهارات، البهارات عباره عن ايه؟ ملح وفلفل، سماق، شطه فيليكس، كمان فصوص ثوم، زيت زيتون، عندنا زعتر، سمسم، بهارات ايطالي، دبس رمان، لبنه، بقدونس، تمام؟ هي دي البهارات. هنحط عليه البهارات، حبه السماق، زيت زيتون، خلاص، زيت الزيتون، ملح وفلفل اسود، ونحط الابيض، بيبقى طعم اكتر من الاحمر بكتير في الوصفه دي. هنقلب كويس، وزي ما هي كده هنحطها في بايركس التشيلي، بس ايه، مش عايزه افركه بايدي عشان بعد كده ما ازعلش، انا اللي هزعل بعد كده لو قعدت افركه بايدي. لو عايزين نفركه بايدينا نلبس جلافز بس. ناخد بس شويه والباقي ايه، نقلب كده. ايه الروايح الحلوه دي؟ دبس رمان. انا ما قلتلكوش المقادير ولا قلتها لكم قبل كده؟ بصل مشوي او ورمة، دبس رمان، فصوص ثوم مشوي، بهارات ايطالي، سماق، زعتر، سمسم، لبنه. دي من الوصفات الجميله جدا ومقبلات حلوه قوي على الفطار بقى جنب الغداء، الوجبه الرئيسيه. فشوفوا بقى هتعملوها ازاي. خلاص اهو، هجيب بوله كده عشان احط فيها اللبنه. وعايزه زيت زيتون. يلا تعالوا نجيب طبق التقديم. هي التقديم برضو هي الفكره في الطبق ده. طيب لو اتبقى بصل، يعني حسيت ان البصل كتير مثلا على الطبق اللي انا عاملاه، بنحطه في علبه في الثلاجه وبناكله ساخن بقى. ماشي، بناكله سخن او بارد. خلاص، ساخن كلمه عربيه يعني، احنا بنتكلم هنا عمي اكتر. زي ما انتوا شايفين انا بغرفها ازاي كده، شايفين اهو. واصلا دبس الرمان لما اتحط على النار كارمل فتقل اكتر. بصوا 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 الجمال في الطبق، طبق شكله يجنن.